انا مش هوطي الايام الجايه يا جماعه، كل ما اوطي الكليه باين. بصوا كده محترم كده يتقتل. استنى بس كده قبل ما ابدا الفيديو، بص انا كنت الفيديو اللي فات اللي قبليه كنت عامله فيديو عن توي سيتي ووريتكم الهدايا اللي انا كسبتها، قلت لكم انا بدور على عقود وكده ما لقيتش اي حاجه، لقيت العاب. المهم اللي انا اشتريت بعدها بيومين كيسين علشان برضو كنت بعمل عمليات البحث ان انا ممكن الاقي حاجه. المهم بعد كده رحت فتحت اول واحد لقيت دبور كده بس مش عارفه هو راح فين، وبعد كده لقيت الكولير الصغير ده اهو، هو كده بالظبط، بس حسيت ان انا مش هلبسه يعني علشان ايه، يعني انا ستايلي مش كده فاهمين، فممكن احط ديكور اي حاجه عشان هي الوانه حلوه يعني، ممكن احط ديكور في الاوضه او اي حاجه. وبعد كده امبارح اشتريت واحد عشان ناكله في الشارع كده عادي وخلاص بقى رحله البحث، انا قلت مش هدور تاني، ففتحناه لقينا ده. هو كيس كان تقيل فاهمين، بس هو كان اول كيس يطلع فاحنا خدناه وخلاص. المهم بصوا باين منه ان هو كوليه، مكتوب عليه 12 دولار و80 قرش. بهزر. تحكوش ليه؟ المهم في الاخر حسيت ان هو عقد فقلت انا لازم افتحه معاكم. طبعا هما بيبقوا قافلينه جامد، انا قلت ايه اجيب المقص بتاعي اهو عشان ما اقعدش اشد. بص انا مش عارفه يعني ايه، مش عارفه هو ايه، ايه ده، بص هو كليه بس ده مكسور. استنى كده استنى، فتحته اهو نشوف بقى ده عباره عن ايه. استنى كده ايه ده، مخلوع ولا مكسور؟ استغفر الله العظيم يا رب. استنى استنى، بص هو اهو فوريفر 21 مكتوب عليه. مكسور ولا ايه؟ استنى يا عيني ده اتصدم. بص هو شكله عسول وجميل قوي بس مش عارفه هو مخلوع ولا مكسور، ربك المخلوع. بس بصوا يا جماعه هو مخلوع، اكيد في حاجه هنا. اهي حاجته اهي هركبه. بص انا حاولت اصلح العقدة على قد ما اقدر، بس الحتة دي مش هينفع تتصلح علشان دي مقطومة من ورا فمفيش حاجة تركب فيها، فممكن انزلها باي حاجة. ممكن تقولوا لي في التعليقات مثلا اعمل فيها ايه. المهم ان انا هكمل الفيديو بتاعي عادي خالص كاني لقيت العقد سليم، وهوريكم انا ازاي بنظم العقد بتاعي والكليهات وازاي اعملها بطريقة ان هي ما تتلعبكش على بعضها. تمام يلا بينا نكمل الفيديو. طيب بص بص انا ما لحمتهاش، هي مفكوكه بس انا لما لبستها حسيت ان هي يعني ايه، بص بتحرك بيها كده عادي. بص يعني انا زعل نفسي ليه، زعل نفسي ليه انا كسبت الكليه اللي مكسور، يعني هلبسك برضه. انا معلقه بقى الاكسسوارات بتاعتي ازاي، جايبه العلاقات دي، العلاقات دي بتبقى عباره عن علاقات بتتضغط على السيراميك او على الازاز. انا كنت جايباها من الشارع من العتبه، كان الباكت فيه 12 قطعه، كان في حدود 10 جنيه او 15 جنيه كان كده يعني. المهم ان انا معلقه فيه كل الاكسسوارات بتاعتي اهو، معلقه فيه الحظاظات بتاعتي عشان بحب الحظاظات، الحظاظات دي انا كنت جايبها من الحسين، معلقه فيه كل ده جامد كده فمعلقاه. انا بقى دول مش هتلعبكم في بعض فعادي انا حطهم تحت كده. الاهتمام كله كان على السلاسل اللي هي الرفيعه دي، يعني ده ذهب صيني وده ذهب صيني عشان انا بحب اجيب الذهب الصيني عشان لونه ما بيغيرش بسهوله غير بقى لو رشيت عليه حاجه وكده. المهم ان انا لو دي دخلت في دي في الدرج فانا مش هعرف اسلكهم من بعض عشان السلسله بتاعت دي رفيعه جدا، فلقيت ان انا ممكن اجيب حاجه اعلقها وكده. جبت لزق دبل فيس وكنت بعلقها على الحيطه، بوظ لي الحيطه فانا ما بعلقش دبل فيس خالص على الحيطه. فلما لقيت دي بتتضغط على الازاز فقلت طب فكره حلوه قوي انا هلزقها على التسريح، وبصراحه هي نفعتني قوي. بصوا اصلا عاملين ازاي، دي بقى سلاسل ده ذهبي برده بس لونها بيغير من اللي هي الرخيصه دي، ده انتهى باللي هو المونيكير الشفاف ده بس لونها غير برده، بتبقى ناشفه كده بتحمي يعني 50% بس في الاخر خالص بتسود برده اهو. دول طبعا تقال قوي كنت حطاهم بس كانوا بياخدوا العلقه وبينزلوا فاهمين. شفتوا ده الدبل فيس اهو، بص عامل ازاي بيبوظ الدنيا ازاي، فانا ما بحبش الدبل فيس خالص يعني اتعلمت الادب منه والله. فدي فكرتها حلوه قوي، انت اشتريها وعلقيها على الازاز بالضغط كده هتنفعك قوي اهو. المشكلة عارفين الكسرة بتاعته يعني مكسور من الحتة الأساسية اللي هي ايه، اللي هي أكبر قطعة فيهم اللي هي مقطوم منها كده،
فمش عارفه ادخل الحلقه دي، يعني الحلقه دي انا مش عارفه ادخلها في دي، فانا مش عارفه لو لزقتها بامير الامير هينفع، مش عارفه. يلا مش مشكله، المهم ان انتوا استفدتوا من الفيديو ده، ربتكم استفدتوا منه وعرفتوا انا ازاي بنظم الاكسسوارات بتاعتي، عشان بلاقي ناس كتيره بتسال ازاي بتنظمي الاكسسوارات، او عموما يعني بيسالوا في الجروبات بتاعت البنات ازاي انتوا بتنظمي الاكسسوارات علشان ما تتبهدلش. طبعا في ناس بتحطها في الدرج، بس لو انت حطيتها في الدرج في يوم من الايام بتتلعبك، يعني انت بتقعدي ترمي بقى الكسل، بتقعدي ترمي عقده على عقده على سلسله، كله في الاخر خالص بيخش في بعضه تاني وبتكسري انت تلبسيها اصلا. فدي احسن حل، اسمعوا كلامي، دي احسن حل عشان انا جربت كتير قوي. المهم الفيديو بتاعي خلص، رب يكون عجبك الفيديو. اشيل بقى كده عشان اصلا مش شايفه حاجه. الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو دوسي لايك ودوسي اشتراك، عشان انا بتبسط جدا من الاشتراك، بتفرحوني قوي ان انتوا بتبقوا بتدعموني، وشكرا جدا على الدعم على الفيديوهات اللي فاتت، شكرا قوي شكرا قوي شكرا قوي، وتابعوني الفيديوهات الجايه، ويلا باي باي.